القديمة تختلف عن المناطق كلها، لأن تعبت بيوتنا وقعت ضررنا، أهاليتنا راحت، أخوتنا مات، واللي مات مات، واللي راح راح، بل زمن داعش الله لا يوفقه. يعني حبينا انه نرجع الابتسامه على محافظه نينوى اللي انجرحت وتألمت خلال الاعوام الاخيره. كثير جوامع كانت تعملها بس غابت اعمال داعش، غابت، بس ان شاء الله تعود. جهود الشباب المتطوعين الاعمال الخيريه جهودهم. كل العالم هنا مضرر. المحبة الموصلية أبعد من كل فاسد.